للكاف. كان في امبارح مدرج عليه خلاف، المدرج ده احنا الحقيقه زعناه واتكلمنا امبارح وجبنا مخرج المباراه وقال المدرج ده كان فيه بعض الاعلاميين، يقال ان في مدرج تاني كان فيه ناس وان المقصوره كان فيها عدد من الناس. دي الصوره اهو بنجيبها تاني. هو قال امبارح الاستاذ حماده شادي المسؤول عن تنظيم المباراه قال ان هو كان في اتفاق مع الاتحاد الافريقي في عقوبات على النادي الاهلي، ما فيش جمهور، في اتفاق ان 10 من المجلس ده 10 من المجلس ده و50 اعلامي. العدد اللي قدامنا ده ممكن يكون 50 ممكن يكون اكتر، انا الحقيقه مش عارف الاعداد قد ايه، ولكن نادي الزمالك بيتوجه بشكوى رسمي بالفيديوهات بالسيديهات للاتحاد الافريقي لان المباراه دي بدون جمهور من جانب النادي الاهلي. هل يستجيب الاتحاد الافريقي لشكوى النادي الاهلي؟ حقيقه مش عارف. المهم ان في النهايه بنتمنى التوفيق سواء للاهلي سواء للزمالك، وان في النهايه كل واحد ياخد حقه. مكافآت خاصه للاعيبي الاهلي، قرر مجلس اداره نادي الاهلي صرف